العشرة وستاشر دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم، لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر. غادي نمشيو الأولى فقرتنا فقرة تجميل. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي الطريقة الصحيحة باش نغسلوا الشعر ديالنا أثناء الاستحمام، فأكيد على أنه من أهم الأمور اللي كتعطي جمالية لنفسية السيدات وملي كتكوني يعني متميزة بواحد الشعر اللي هو جميل كله صحة وكله رطوبة يعني، والحاجة اللي كتخلق أكيد نفسية ديال السيدات هو ملي كيتغير اللون ديال الشعر ديالها وتيصبح باهت تيصبح متقصف وجاف بسبب بزاف ديال العوامل، واهمها هو انه عدم الاهتمام به يعني عنايه خاصه. فهذا الشيء علاش ركزت يعني اهم الشركات سواء الطبيه ولا التجميليه على ايجاد احسن المواد اللي غادي تساعد السيدات في انهم يعالجوا ويغذيوا الشعر ديالهم. من بين اهم العوامل اللي كتاثر على جماليه الشعر واللي ربما كنستهنوا بها بزاف هو الطريقه الصحيحه اللي كنغسلوا بها الشعر ديالنا. يعني كل سيده تقريبا غادي يقول لك حنا كلنا كنعرفوا كيفاش كنغسلوا الشعر ديالنا، ولكن كاين بعض الاخطاء اللي ربما كنغفلوا عليها ما كنلتزموش بها، وحتى هي كتساعد يعني في اعطاء والحاق الضرر بكل انواع الشعر. فاول نصيحه هو انه ما نغسلوش الشعر ديالنا بواحد الصفه مستمره، وانما نغسلوه مره حتى لجوج المرات في الاسبوع، خاصه اللي عنده الشعر ناشف بزاف او اللي كيصبغ شعره ودير لي ميش يحاول على انه ما يزيدش ينشف الشعر بغسله باستمرار. دابا مع الصيف كنعرفوا على كل شيء كيدوش يوميا، فنحاولوا على انه خلال الاسبوع مثلا ممكن على انه مره حتى لجوج المرات نوصلوا الشعر ونوصلوا الماء للشعر ديالنا، ومره اخرى نحاولوا يعني ندوشوا غير الجسم ديالنا ونديروا واحد البوني واحد القبعة يعني نغطيو بها الشعر ديالنا، لانه كثرة غسل الشعر فبالماء التفاعل ديالو هو انه كيهلك الشعر خاصه اذا كان بشكل يومي. هذا من جهه. نغسلو كذلك الشعر ديالنا اثناء الاستحمام او الدوش غير بالماء دافي يعني ماشي سخون، لانه الماء السخون راه كيضرب الفروه ديال الراس كينقص من ماده الكيراتين الطبيعيه، هذاك البروتين الطبيعي اللي كيحمي لنا الشعر كنبداو نفقدوه تدريجيا، كنبداو نفقدوا يعني ملي كنبداو نغسلو الشعر ديالنا بالماء السخون. نعوضوا الماء السخون بالماء دافي او لكن اللي مولف الماء بارد دابا مع الصيف. ودائما في اخر التشليله سواء في الاستحمام او في الدوش نحاولوا على اننا يعني نخويو علينا واحد الماء اللي هو بارد نستحملوه شويه او على الاقل يكون دافي شويه. فمهم بزاف على اننا نتفاداو يعني الشتاء والصيف نتفاداو الماء سخون ونركزوا دائما اما على الماء بارد او لا على الماء دافي. نغسلو كذلك الشعر ديالنا ونختاروا شامبوان من النوع الجيد اللي معروف بالجوده ديالو يعني من ماركات اللي هي معروفه ما تكونش مقلده او لا مغشوشه ما معروفش يعني المصدر ديالها، لانه راه كتعطي امراض مسرطنه وفي نفس الوقت يعني كتضر وكتهلك الفروه ديال الراس. فنختاروا دائما شامبوانات اللي معروفه بالجوده ديالها ونختاروا الشامبوان المناسب للنوع ديال الشعر ديالنا، يعني نحاولوا ما نغلطوش يعني ما يكونش الشعر ديالنا مثلا ناشف بزاف وكنصبغوه باستمرار ونديروا يعني شامبوان للشعر العادي او للشامبوان للشعر الدهني. فدائما نختاروا الشامبوان المناسب ديال الشعر ديالنا، يعني عندنا الشعر الدهني نمشيو للشامبوانات والديمالوغ الخاص بالشعر الدهني. نمشيو الا كان عندنا الشعر مثلا جاف نمشيو للشعر الخاص يعني بالشامبوان الخاص بالشعر الجاف. نشلو كذلك ونغسلو الشعر ديالنا مزيان من اثار ديال الشامبوان ومن اثار ديال البلسم ديمالوغ، لانه دائما الكميه ديال الشامبوان كذلك اللي كنغسلوا بها الشعر ديالنا ضروري على انه تكون مخففه بالماء، ما كنعملوهاش مباشره على الشعر ديالنا باش يستافد منه الشعر. دائما كناخذوا كميه من الشامبوان غادي نطفوا بها الشعر ديالنا غادي نخلطوها في واحد السطيله مع شويه ديال الماء حتى كترغوى مزيان، وعاد ديك الساعه كنطفوا الشعر ديالنا بالشامبوان وكنشلو مزيان، لانه ماشي ضروري الكميه ديال الشامبوان اللي درنا على الشعر ديالنا وانما النوعيه والطريقه كيفاش نظفنا الشعر ديالنا. فمهم بزاف انه دائما الشامبوان نخفوه بالماء في واحد السطيله حتى يتخفف بالماء ويترغوى، هذيك الساعه كنديروا على الشعر ديالنا. ومن جهه اخرى هو انه نغسلوا مزيان من اثار ديال الشامبوان ومن الاثار ديال الديمالوغ. كنعرفوا على انه ملي كنديروا البلسم ديمالوغ يعني في الوقيته ديال الاستحمام فهو كيسهل لنا عمليه تمشيط الشعر وكيرطب لنا الشعر، يعني كنحسوا بواحد الملمس اللي هو ناعم، فبزاف الفتيات خاصه يعني كيستانسوا بهذاك الديمالوغ وربما كيخلي نخليو شويه منه على الشعر فكيعطي حكه كيعطي القشره. فنحاولوا دائما كل مواد كيماويه اللي كنديروها على الشعر عند الفعاليه ديالها يعني في الوقيته ديال الاستعمال ما نخليوهاش على الشعر ديالنا، فدائما نشلو مزيان من الاثار ديال الشامبوان ومن الاثار ديال الديمالوغ. نصيحه مهمه بزاف كذلك واللي اكيد على انه الا التزمنا بها
فغادي نحصلوا على نتيجه اللي هي فعاله واللي هي الاهتمام بالشعر ديالنا. هو انه ما نمشطوش الشعر ديالنا في الوقيته وحنا كنكونوا كنستحموا، لانه كنهلكوا الفروه ديال الراس وكنمزقوا الشعر، يعني كيتساقط الشعر بكميه كثيره. فنحاولوا دائما الوقيته قبل من الاستحمام، قبل من الدوش، نحاولوا نمشطوا الشعر ديالنا بالمشط للاسنان ديال واسعه دائما بدل البروصه، لان البروصه كتزيد في تساقط الشعر وتقصفه. فناخذوا المشط للاسنان ديال واسعه نمشطوا به الشعر ديالنا وهو مازال ناشف، يعني قبل ما ندوشوا اولا قبل ما نستحموا. ومن بعد عاد ديك الساعه كندخلوا كنغسلوا الشعر ديالنا بالماء والشامبوان ونديروا الديمالور صافي، وكنبقاو نديروا واحد المساج خفيف للشعر ديالنا، ما كنمشطوه ما والو حتى كنخرجوا. وعاد ديك الساعه كنحاولوا اننا نعصروه مزيان من الماء وكنلفوا عليه واحد الفوطه. فملي كنتهيو من غسل الشعر نعصروا مزيان من الماء غير بيدينا، وندخلوا الاطراف ديال الاصابع ديالنا حتى هذه مهمه في الفروه ديال الراس، يعني ندير واحد المساج خفيف لتنشيط الدوره الدمويه. يعني كيبقى الاختيار ديالكم، اما نمشطوا الشعر ديالنا قبل من الاستحمام ونديروا واحد المساج خفيف غير باطراف الاصابع كنحلوا الفروه ديال الراس، اولا ممكن نمشطوا الشعر ديالنا وهو مازال ناشف ما فازكش بالماء، نغسلوا الشعر بالماء والشامبوان والديمالور، ومن بعد ملي انتهيو نحاولوا اننا نعصروا الشعر ديالنا مزيان بالماء وندير واحد المساج خفيف. وحتى في الوقيته اللي كنكونوا كنديروا الشامبوان نحاولوا اننا نستغلوا هذيك الوقيته ونبقاو نديروا واحد الماسي والشعر ديالنا، لانه حتى هو كينشط الدوره الدمويه. واخر نصيحه هو انه دائما راه الطريقه الصحيحه لغسل الشعر اثناء الاستحمام مهمه بزاف، هو انه حتى من بعد الاستحمام نشفوا الشعر ديالنا. ممكن اننا نستعملوا، ما كانش عندنا الوقت ممكن نستعملوا المجفف الكهربائي السشوار، ولكن ما يكونش درجه الحراره اللي هي عاليه، يعني ديك السخونيه المفرطه، وإنما تكون درجة خفيفة، يعني السشوار اللي هو بارد شوية دافي، وما نوصلوش ما نقربوش يعني السشوار للشعر ديالنا، وإنما إيه هكا من بعيد ونخليو الشعر ديالنا ينشف. إلا كان عندنا الوقت الكافي فغادي ناخذ الشعر ديالنا نعصروه مزيان من الماء ونلفوا عليه واحد الفوطه ونخليوه ينشف بطريقه تلقائيه وبطريقه طبيعيه في هذيك الفوطه، لانه الفوطه كتمتص هذاك الماء الزائد. يعني نحاولوا انه ما ناخذوش، يعني ماشي من نلفوا الفوطه ونبقاو نضغطوا عليها بالكف ديال يدينا، يعني الفوطه مع الشعر، الفوطه مع الشعر، يعني لانه كيزيد في تكهرب الشعر وكيولي مشنتف، وفي نفس الوقت يعني كيضر بالخصلات ديال الشعر. فدائما نلفوا فوطه على الشعر ديالنا ونخليوه تقريبا واحد نص ساعه حتى لساعه كينشف الشعر بطريقه اللي هو عادي. اليوم اللي كنتهي وكندهنوا بالسيروم ديالنا الخاص بالنوع ديال الشعر، يعني هذاك السيروم اللي كنسميوه مصل الشعر مهم بزاف، لانه كيساعد على تحسين النوعيه والخصلات ديال الشعر، يعني كتحميهم وكيحميو حتى ديك الطبقه الخارجيه للشعر، وخاصه اللي كيستعملوا السشوار وداك الليسور ديك الميكوات ديال الشعر. فمهم بزاف على انهم يركزوا في الجهه ديال لي بوينت، في الجهه ديال الاطراف، يعني يديروا واحد شويه ديال السيروم. اللي ما عندوش السيروم فممكن على انه يعوض بزيت الكوكو او زيت ارغان او زيت الزنجلان، هادو ثلاثة ديال الزيوت ناخدو غير واحد منهم كل مرة ندهنوا الشعر ديالنا بواحد منهم، يعني غير هو ماشي غادي ندهنوا به الشعر ديالنا كله من بعد الاستحمام، لانه كيكون الشعر ديالنا مازال نقي. فنحاولوا اننا ناخذوا غير شويه في الكف ديال يدينا، غير شويه ديال زيت الكوكو ولا شويه ديال زيت ارغان ولا شويه ديال زيت الزنجلان، نديروه مزيان في الكف ديال يدينا نسخنوا، ومن بعد غادي ندهنوا به غير الجهه ديال الاطراف، الجهه اللي عندنا ناشفه، يعني الجهه التحتانيه ديال الشعر. فهادو بعض النصائح المهمه بزاف اللي اكيد الا التزمنا بها فغادي نحصلوا على الشعر كله صحي وكله لمعان.